شهدت صناعة الأجهزة الطبية المخصصة لرعاية الأطفال حديثي الولادة تطورات ملحوظة، من أبرزها استخدام جهاز الـEEG المتصل بكاميرات حرارية لمراقبة صحة الرضع والوقاية من الأمراض داخل المستشفيات. تستخدم هذه الكاميرات لتتبع درجة حرارة جسم الطفل والتأكد من استقرارها، مما يساهم في الكشف المبكر عن أي تغيرات قد تشير إلى مشاكل صحية. هذا الجهاز مختص في مراقبة حديثي الولادة pour prévoir les convulsions تيفيتي للبيبي لي سيكال. اوكي، هذه من اوائل لي زاباراي اللي دخلوا في الجزائر، هذه نهتفوا بها لي زوبيتو المستشفيات الجامعية. الجهاز يوفر مراقبة للرضع حيث يثبت عبر مستشعرات موصولة بالرأس ويتابع حركة التنفس ودرجة الحرارة ووضعية النوم، وفي حالة اكتشاف أي تغيرات مقلقة يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة دون استعمال الأدوية مع إرسال تنبيهات فورية للأطباء. والكونفلسيون يترجم بحمى عالية والحمى دي تخلي دي سيكال للبيبي. الوغ هذا الجهاز فيه كاميرا مراقبة 355 درجة تراقب البيبي افيك ان كاسك او جي 12 كانال، تبع لو بيبي اي تغير في النشاط الكهربائي للدماغ تاع الطفل حديث الولادة راح يترجم بحمى شديدة جدا. هذه تمشي مع ماشين اخرى لتبريد الرضيع، لانه رضيع النيونات ما يقدرش يستقبل ادوية، يعني الجسم تاعو مازال مش راح يبرد بطريقه حديثه جدا، ليبوتيرمي افيك بالماء. تظهر هذه التطورات التكنولوجيه التزاما متزايدا بتحسين رعايه الاطفال حديثي الولاده والحد من مخاطر الامراض من خلال المراقبه المستمره والدقيقه لسلامتهم.